انتوا لو تعرفوا يا بتوع افلام قد ايه استنينا الاعلان ده. يعني انا كنت فاكر وقاري على الانترنت، كنت فاكر ان الاعلان هينزل يوم الاثنين الساعه 12 بالليل اللي هو اول امبارح. فجيت الاستوديو امبارح على اساس بقى خلاص الاعلان هينزل، بعد كده جيت الاعلان ما نزلش، ضلت مستني لحد الساعه 10 بالليل لسه ما نزلش، لحد ما اكتشفت وقريت وتأكدت من المعلومة. أنا عارف يعني أنا كنت بتأكد من المعلومة كل شوية، بس يعني قلت أكذبهم شوية، قلت ممكن ينزل ولا أي حاجة، وعرفت إن هو هينزل الساعة 3:30 الفجر، فقلت لا خلاص ما علينا، أنا روح واصحى تاني يوم اللي هو النهاردة أتفرج على الإعلان معاكوا لأول مرة على التريلر التاني لفيلم سبايدر مان نو واي هوم، اللي أنا قلت لكم لو في توبي ماجواير وأندرو جارفيلد الفيلم ده هيبقى على إيرادات في تاريخ السينما. قلت لكم برضو ان انا احساسي ان هم هيطلعوا في الفيلم، فهل هيطلعوا في الاعلان، هل هيطلعوا في الفيلم ولا لا، كل ده هنعرفه في الحلقه دي. بس قبل ما ابتدي الحلقه بقى بتوع افلام، عايزكم تظبطوني لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، طبعا عايزكم بقى تشتركوا على انستجرام بيج عشان هنطلع كتير جدا خلال الفتره اللي جايه، وايضا على الفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. طبعا يا بتوع افلام، الفيلم مبدئيا نازل الشهر اللي جاي، يعني كمان شهر بالظبط، يوم 17 ديسمبر 2021، والفيلم اتكلمنا عنه كتير في التريلر رياكشن اللي فات، ووعدت بتوع افلام ان في خلال شهر ديسمبر ان شاء الله هننزل حلقه عن سلسله افلام سبايدر مان، زي ما انا عملت برضو كده في حلقه سلسله افلام باتمان. وبصوا يا بتوع افلام، انا مش هخبي عليكم، يعني انا الصراحه متحمس جدا اشوف الاعلان بعد اذنكم، يعني فيعني هنرغي في كل حاجه بس نتفرج على الاعلان الاول لاول مره. فيعني الناس اللي لسه هتتفرج على الاعلان معايا لاول مره، عايزكم بقى ايه، 3 2 1. مش الحتة اللي في الاول دي اللي بيبين لك ايه اللي حصل في التريل. على اعلان تانية بتوع افلام ايه ونرغي في الاعلان، يعني نشوف ايه الحوارات اللي فيه. بعد ما شفت التريلر لتاني مره بتوع افلام، هل انا مبسوط ولا لا؟ احب اقول لك نص نص، في حاجات حلوه جدا في الاعلان وفي حاجات ما عجبتنيش، واهمها ان انتوا خليتوني في خلال السنتين على اعلان لهذا الفيلم او في خلال السنه ونص اللي فاتوا انا بدور في الاعلان على توبي ماجواير واندرو جارفيلد، وخاصه طبعا توبي ماجواير. انتوا عارفين مدى حب وعشق جمهور سبايدر مان لتوبي ماجواير بالذات، بس اللي انا بتكلم فيه هل هم هيطلعوا ولا لا، يعني بصوا هنتكلم في الحته دي في الاعلان. انا كنت متخيل او متوقع ان هم عشان يجيبوا فلوس اكتر هيطلعوهم او يطلعوا هنت اكبر صوت توبي ماجواير مثلا في اخر الاعلان او ايا كان عشان يجيبوا فلوس اكتر، بس ايا كان الفيلم هيجيب فلوس والفيلم هيجيب اعلى ايرادات وكل حاجه، مش اعلى ايرادات في تاريخ السينما يعني مش عارف، الله اعلم. بعد ما شفت التريلر فعلا الابطال لو كانوا توبي ماجواير واندرو جارفيلد في الفيلم او في يعني اغلبيه الفيلم كان الفيلم جاب اعلى ايرادات، ده انا بقولها لك اهو، لكن كده انا مش عارف ايه اللي هيحصل، بس الفيلم طبعا ممكن يحقق اعلى ايرادات في 2021. لكن نتكلم يا جماعه في الحاجات الحلوه في الاعلان. الاعلان حلو، الاعلان محمس جدا، فكره انك انت تشوف الاشرار اللي انت شفتهم عبر كل افلام سبايدر مان، وده سؤال انا عارف ممكن بتوع افلام هيسالوه لي، بالنسبه للناس عايزين يخشوا يشوفوا الفيلم ده على طول ما لهمش يعني او ما شافوش قبل كده اي حاجه من سبايدر مان او وقفوا عند مرحله توبي ماجواير مثلا، فهل اتفرج على باقي الافلام ولا لا؟ احب اقول لك بص، يعني احنا من هنا ليوم 17 ديسمبر فر كده كل افلام سبايدر مان، محتاج تتفرج لو بعد سبايدر مان 3 اربع افلام كمان لعالم سبايدر مان كافلام، 2 اندرو جارفيلد و2 توم هولاند، وده الثالث دلوقتي اللي هو بتاع توم هولاند، يعني سلي نفسك. اللي هو ممكن تخش الفيلم عشان تقضي وقت وتشوف فيلم اكشن وبتاع وكل الكلام ده، بس لو عايز تعيش اللحظه وتكون
هارش كل حاجة وهارش مين الأشرار دي وقدرات الخارقة لكل شرير فيهم مثلا ايه الكلام، اتفرج على الافلام لحد يوم 17 ديسمبر قدامك شهر، يعني ممكن تتفرج على فيلم كل اسبوع عادي. الفيلنز اللي احنا شفناهم في الاعلان، ساند مان، شفنا الكترو اللي هو اميزنج سبايدر مان 2 مع اندرو جارفيلد، شفنا برضو ليزرد اللي انا هتكلم عليه في الحتة دي. بصوا يا جماعه، طبعا انتوا شايفين المشهد في تريلر سبايدر مان قدام الاربعه الثلاثه فيلنز دول، اخذنا بالنا ان يعني هو بيبص على مين؟ لازم بيبص كده ايوه مين ايوه رايح لمين يعني، يا اما ضرب يا اما الراجل بتاع سي جي اي ضرب ايوه ما ايوه هي حاجه من الاثنين. والله اسمعني بس، اصل هو بص عامل ازاي، انا بتكلم بجد والله، يعني اصل اكيد 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 مارفل ستوديوز مش عبط، واكيد ما عملوش ان لازم يعني احنا مش جليتش هنا في بلاي ستيشن، اكيد شايلين توقعي والله اعلم الله اعلم، ممكن يبقى كلامي اي كلام ترميه في الشارع، لكن هما يعني لا انا دول سبايدر مان التانيين، ده توبي ماجوار واندرو جارفيلد قدام كل فيلن، وفي تريلر على فكره نزل بره في ثانيه فينتو ثانيه زياده ان ليزرد ايه اخد بوكس في وشه، ما هو برده ما اخدش بوكس كده يعني، هو هما مش عبط يا جماعه، انا بكبر الامال بس انا متوقع ان ده اللي هيحصل يا جماعه، ما تسالنيش ليه، احساس داخلي 100% ان احنا هنشوف توبي ماجوار او اندرو جارفيلد او الثلاثه مع بعض. وبرضو يا جماعة لو تاخدوا بالكم في الاعلان لما اوتو اوكتيفيس دكتور اوتو مسك سبايدر مان كده وقلعه الماسك قال له لا انت مش بيتر، يعني هو عارف بيتر اللي هو توبي ماجواير، فدي هنت برضو يعني دي برضو تحطها في ضمن الهنت. في نفس الوقت هيا ترى ماري جين جايب لك بقى في الاخر ان هي هتمو ان هي وقعت كده، هل يا ترى سبايدر مان انقذها ولا لا، دي حاسسها شبه اللقطة شوية بتاعت جوين ستيسي بتاعت في فيلم اميزنج سبايدر مان 2، مش عارف يعني الله اعلم، يعني اتمنى ان هي برضو ما تموتش. وطبعا لو تفتكروا انا عملت حلقه زمان عن الفيلم ده وقلت ان جيمي فوكس اول واحد فضح موضوع ان الثلاثه هيطلعوا مع بعض ونزل بوست على انستغرام وعمل ديليت بعديها بشويه، وجيمي فوكس طبعا واضح زي الشمس الكترو هيبقى مختلف شكلا عن الكترو بتاع اميزنج سبايدر مان، ممكن يبقى شبه شويه بتاع الكوميك بوكس، واتمنى يعني دي برضو من ضمن الحاجات اللي انا اتمناها وعجبتني جدا في الاعلان، جرين جوبلن ويليام دافو ده صوت ويليام دافو، او هم بقى عاملين بقى حركات جديده في التطور التكنولوجي الله اعلم، انا اتمنى ان انا اشوف ويليام دافو في الفيلم ده، يعني انا بحب جرين جوبلن كمان اكتر من دكتور اوتو اوكتيفيس، يعني دي يعني حاجه من وجهه نظري. وبرضه من ضمن الحاجات اللي تشد انتباهك يعني بدله سبايدر مان اللي هي لونها اسود، ده زي ما احنا شفنا من اجزاء توم هولاند قبل كده ان يعني بالمقلوب بتاعت سبايدر مان البدله بتاعته هيبقى لونها كده، فاستخدمها ليه وايه الاسباب الله اعلم، بس يعني احب اقول لك كده برضه من ضمن توقعاتي اللي هتبقى في الفيلم ده ان احنا هنشوف، انا مش بحرق انا بقول توقع، ان احنا هنشوف برضه فانم، ما تسالنيش ازاي وليه، بس انا عندي احساس ان احنا هنشوف توم هاردي بالذات بفانم، حتى لو بعد كريدت سين بقى اللي هي بعد الاسامي وكل الكلام ده بيجي فيديو، طبعا انتوا عارفين بيبقى فيه سين كده بتاعت مارفل عموما، انا متوقع ممكن يبقى فيها فينوم الله اعلم. طبعا بالمناسبه يا جماعه يعني ايه بالنسبه للناس اللي ما شافتش فينوم الجزء الثاني، انا هحرق دلوقتي عن احداث حصلت في فينوم في الجزء الثاني، فانت لو ما كنتش شفت الفيلم انا هحرق دلوقتي فينوم 2، انا اديني بقول اهو بعد الفيلم ما خلص بتاع فينوم 2 بوست كريدت سين كانت المشهد ان هم راحوا دايمنشن ثاني وفينوم بص التلفزيون على بيتر باركر اللي هو بمعنى صح اللي هو ده بقى ايه النكست اللي جاي يعني، فا يعني اهو يلا بينا كومبرومايز، انا متوقع فينوم هيبقى في بوست كريدت سين والله اعلم، يعني هو الحلقه دي هنا بعد شهر ممكن تيجوا هنا في الحلقه دي وتقولوا احمد كمال كان بيفتي في كل حاجه بيقولها في الفيلم او في الاعلان، وهنشوف كده كده كمان شهر، متحمس الفيلم اتفرج عليه على طول اول ما ينزل، وان شاء الله في خلال الشهر اللي جاي ده اللي هو شهر ديسمبر هنعمل سلسله حلقات في الافلام سبايدر مان زي بتاعه باتمان كده، وطبعا اتمنى ان بتوع افلام لو عجبتكم الحلقه دي اتمنى طبعا وتسيبوا لي تحت في الكومنتات اهم حاجه انتوا شايفين ان توبي ماجوار هيطلع ولا لا، شايفين اللي انا بقوله ده كلام صح ولا غلط، سيبوا لي رايكم واتكلموا براحتكم خالص ونتكلم كده ونتناقش وارد عليكم تحت في الكومنتات زي ما احنا متعودين على طول، واتمنى في نهايه الحلقه بتوع افلام تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره، طبعا عايزكم تشتركوا على الانستجرام بيج والفيسبوك بيج، دوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، واحلى مسا عليكم.